تعال أخدك على من ناحية أخرى، مصر حريصة كل الحرص على الفلسطينيين، ويمكن قلناها مرة وقولها لك تاني وتالت ورابع، مصر هي التي قدمت أكبر حزمة مساعدات لأجل إعمار غزة. أنا بقول لك المساعدات ما كانتش بس 500 مليون، بل وصلت إلى حوالي 700 مليون دولار. ده اللي بتعمله مصر. فده لمصلحة مين؟ ده لمصلحة المجتمع الفلسطيني. لمصلحة مين؟ لمصلحة أهالينا الفلسطينيين. طيب، وفي نفس الوقت مصر هي المستعدة دائما لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية. مصر دائما هي اللي مستعدة وتتصدر أي موقف متعلق بدعم أهالينا في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص. معانا على التليفون الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. أهلا بك يا دكتور دينا. اهلا بحضرتك. دكتور دينا، مهم عندنا جدا ان احنا نشوف يا ترى، هل ترى يعني ازاي مصر دائما داعمه لحقوق الشعب الفلسطيني من ناحيه، وفي نفس الوقت اولويه مصريه للحفاظ على حياه هذا الشعب العربي الشقيق والمساعدات التي تقدم من التحالف الوطني؟ حقيقه يعني خالص التعازي، ويعني القلوب دائما مع أهالينا في فلسطين ومع دعم القضية الفلسطينية. والدولة المصرية الحقيقة مش محتاجة أبدا مزايدات يا أستاذ يوسف. يعني دور الدولة المصرية وفي الفترة الأخيرة منذ تولي القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور مصر سواء كان على المستوى السياسي او الامني او حتى على المستوى الانساني هو جلي واضح جدا، يعني على مرأى ومسمع الجميع. ويعني القضية الفلسطينية هي محور رئيسي من وجزء لا يتجزأ ابدا 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 من يعني الاهتمام المصري، ولقت الكثير حقيقة يعني من الاهتمام. واعتقد ان احنا تابعنا على مدار الايام اللي فاتت حرص القياده السياسيه على يعني اصدار توجيهاته للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، اللي الحقيقه يعني احنا بنقدم له كل التحيات وكل التقدير. وانه بس يعني ما بقاش دوره مقتصر عن كونه مظله للعمل الاهلي التنموي داخل مصر، ولكن صحيح. هو الان بيمتد كمان للخارج. وده بيدلل طبعا على اهميه والثوابت المصريه الراسخه تجاه اهالينا في فلسطين، وحرص مصر دايما على تقديم الدعم والمسانده. واحنا بنتكلم في قافله طبيه، وبنتكلم في قافله فيها مساعدات غذائيه كبيره جدا 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 جدا. يعني احنا حتى يعني بنقول هي جاري تجهيزها دلوقتي، ومحتاجين ان احنا ننوه كمان للساده المشاهدين ان احنا لابد ان احنا نتحرى المزايدات في الوقت الحالي ومحاولات التشكيك. يمكن حضرتك تابعت امبارح المحاولات اللي بتقول ده المساعدات راحت ورجعت تاني. اي كلام. الحقيقه المساعدات جاري تجهيزها لانها مساعدات كبيره وضخمه، بتعد اعداد من قبل التحالف ومؤسسات التحالف الوطني بشكل كبير. ومحتاجين ان احنا كمان نقول ان احنا يعني في الوقت الحالي محتاجين نلتف حوالين القياده السياسيه، محتاجين نلتف نكون على ثقه بان دايما القياده السياسيه والدوله المصريه حريصه لان فلسطين والقضيه الفلسطينيه هي جزء من امن مصر القومي. ومهم جدا ان احنا ننتبه لهذا الامر، لان يعني هي دي نقطه هامه جدا لابد ان نضعها يعني نصب الاعين. مهم جدا 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 ان احنا ناكد على النقطه دي، ولا نتقبل ابدا من اي شخص انه يزايد ان مصر تتوانى او انها في لحظه ممكن تكون مقصره اطلاقا. مصر تمد يد العون من سنوات طويله، وفي الاونه الاخيره دورها واضح جدا ومحوري على المستوى العام سواء كان في القضيه الفلسطينيه او غير القضيه الفلسطينيه. ويعني لو حاولنا نستشهد هنشوف على مدار السنوات الماضيه الدور الكبير اللي بتقوم به مصر بدعم اشقائنا في الازمات والكوارث. دايما مصر حاضره ودايما مصر موجوده، ويعني نصب الاعين دايما والاهتمام الكبير في الازمات والكوارث، ما بالك بقى بالقضية الفلسطينية وأشقائنا
ويعني لا يلقوا بممارسات وعنف وتهديد، يعني اعتقد خرق كل المواثيق يعني الدوليه لحقوق الانسان. فيعني اعتقد ان احنا في الوقت الحالي محتاجين ان احنا يعني نرى باعين الحقيقه، ولا نقبل اي مزايدات، ولا نقبل ابدا 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 ان احنا في لحظه واحده نكون شايفين ان احنا هنقصر او الدوله المصريه هتقصر. بالعكس، الدوله المصريه هي واخده على عاتقها بشكل كبير، والفتره الجايه كمان وقت ما هتنطلق المساعدات هيظهر هذا جليا لكل المشككين وكل المتربصين، واحنا دايما عارفين المتربصين بينا واللي دايما المشككين فينا، ولازم ننتبه ليهم جيدا. مما لا شك فيه. طب دكتور دينا، يمكن انا يعني في دماغي تصورات كتير، اظن انه كمان واحنا بنعمل كل ده هيبقى في دور كبير ملقى على عاتق نواب البرلمان بغرفتيه، والثقل الاكبر هيبقى ملقى تحديدا على اعضاء لجان حقوق الانسان في كلا الغرفتين البرلمانيتين في عرض كل ما يحدث امام المجتمع الدولي، سواء اذا كان عرض من الداخل او عرض عن طريق زيارات واجتماعات للبرلمانات الاوروبيه، الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب إلى آخره. يعني أظن هيبقى عليكم مهمة صعبة، ولكنكم قدها وقدود زي ما بيتقال إن شاء الله. وده بالتأكيد لابد أن يكون يعني واقع ملموس إن شاء الله بإذن الله. أكيد لجان حقوق الإنسان زي ما قلت لحضرتك، كل اللي بيحصل النهاردة هو اختراق لحقوق الإنسان وخرق كل المواثيق، فلابد إظهار هذا الشكل، وإن احنا نكون يعني الصورة اللي بتعكس وبتنطق بلسان أهالينا في فلسطين، لأنه مرفوض تماما أي انتهاك يمس أي حق من حقوق مواطن سواء كان مصري أو عربي، لأن جميعنا دماء واحدة وقضيتنا واحدة. صحيح. أشكرك جدا يا دكتور دينا، كل الشكر لسيادة النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.